مش بس كلام. خير جلال، انا مصاري طيب. عمران وانت طيب ان شاء الله. تحيه طيبه لك يا احمد. يومك مبارك يا عمران، كيف الحال؟ يومك سعيد. تحيه للمخرج الفني، تحيه خاصه كل يصافحك كل يصافحك. بارك الله فيك يا عمران. يا عمران، شين الوضع السنه هذه؟ الاحتفالات في زليثن، في احتياج على نفس القصه لعب ناريه بكثره ام اقل يعني من السنوات الماضيه؟ اول حاجه للامانه نشوف بالنسبه خط لوح والعاب الناريه بصفه عامه ما يقارب سنتين، ما يقارب يجي ثلاث سنوات اقل بكثير. كانت على سبيل المثال من قبل المغرب للساعه 1 في الليل، ما نحكي لكش هذه كلها الحكايه رافخه. وبعد من غدويتها يوم المولد نفسه تلقى حتى من في النهار حتى ولا للمغرب وبرا مشي حالك. قصدي لو تشوف استخدام الخط لوح قبل كانت بغزاره كثير واجده هلبه، لكن نشوفه تو باستثناء الافراح نلقى نسبه الافراح ما زالت تستخدم فيها بكثره. اللي نشوفها خطورة الخط لوح ما تجيش كيف فيها خطورة، لكن خطورة السلاح اللي يستخدموا فيه أكثر. لو جيت لضحايا اللي عملية بتاع إطلاق النار تلقى يمكن ما فيش شك لأن في نهاية سلاح وهي ألعاب نارية، فرق بين السلاح ولا ألعاب. يا عمران لاحظ السلاح، احنا شفنا حدوات دعنا من السلاح وانتشار السلاح، خلينا في الألعاب النارية. هي فرق بين كلمة سلاح وألعاب، يعني هي ألعاب نارية في العرس حتى خلينا في الألعاب النارية توا. بس السؤال أحمد اللي سأله لك قبل شوية، قالك ما مدى خطورة الألعاب النارية خصيصا في منطقة زليتن؟ حدثنا عليها، هل في إصابات؟ والله من ناحية ما بعتبر كيف السنوات اللي قلت لك ما يقارب ثلاث سنوات كانت الإصابات توصل الحالات الخطيرة تقدر تقول 80 حالة كانت سنويا، هذه في السنوات اللي قبل، لكن توا أقل يعني. نسبة أقل، لكن اللي في اللي ما عرفش إن الخط لوح الصغير هذا عليه في اللي إصابت العين للأطفال اللي تلقى البنت والولد الصغير حطه في حكة المشروب بيشبح لها، فوجدين صابوا بالطريقة هذه تلقاه خط لوح تاع صغير هذا البكو الصغير مش معدلين عليه، هذا راه خطورته خطيره. الشيء اللي نشوفها من ناحيه الالعاب في الافراح هي كميه الاموال على سبيل المثال واحد نافع ما يقارب 7000 دينار في العرس بتاعها خط لوح. يعني مشكله لما افراحنا تولي مقترنه ان احنا نفرح الا بالالعاب الناريه. 7000 دينار، شوف المبلغ الهائل اللي صرفه في خط لوح، هذا كله كان في العرس بتاعه. شوف الكميه الاموال، لو قلت له تبرع والتفخر، لو قلت له تبرع للمبلغ هذا لواحد مثلا محتاج يقول لك لا انا عرفت. هل في زليتن يا عمران وانت ادرى منه حاليا المسالك توزيع الالعاب الناريه موجوده ايضا حتى في محلات تجاريه او في اغلب يمكن في نسبه بسيطه في المحلات، لكن اغلبيتها تلقاها يفرشوا بها برا في التراكين او من واحد لواحد يبيعها. حسب معلومتك عمران، من وين تخش للالعاب الناريه بالضبط خصيصا؟ كيف توصل لزليتن؟ بالنسبه في تجار متخصصين ما نبيش نصفهم، تجار هذوم يجيبوا في بعض المبيعات الثانيه ويجيبوا فيها معها يجيبوا فيها تلقى يجيبوا في مثلا الدخان والامور، هي اغلبيتها تلقى عمل جماعه الدخان تهريب يعني التهريب. اللي بيعوا في الدخان اشتريتهم تلقى عندهم النوعيه هذه. طيب هل في محاولات او محاولات من الحرس البلدي من ممكن محاربه هذه الظاهره؟ هو الحارس البلدي مع احترامي لكم تو نسمع في واجدين يقولوا عنده قدرات وعنده وكذا، وحارس البلدي خايف هو ما يقدرش حتى تجي حتى ابسط حاجات تجي لكوشه بيبدا يقول له خيرك انت كذا، ما يقدرش اصلا، ما عنده سلطات اصلا، خواف الحارس البلدي مع احترامي ليهم كلهم يشتغلوا. لكن ربما تحياتي ليك، لكن من المفترض خروج دوريات اللي هي تعاون مع وزاره الداخليه جهات امنيه معينه مع الحارس البلدي. المشكلة يا جلال الحرس ما عنداش دعم، تلقاه على سبيل المثال عندما يدير حملة على شيء ما مثلا على الأغذية أو كذا ما عنداش القوة المساندة ليه، على سبيل المثال لو يدير ضد مشروب معين أو ضد أغذية فاسدة أو كذا تلقاه مواجه، وفي نفس الوقت حتى اللي مثلا مسكوا المواد هذه بيبدوا يدوروا فيهم لكن مش شرط زي ما قلنا يا عمران. قلنا مثلا حتى هنا اللي يشتغل في طرابلس الحرس البلدي يشتغل في طرابلس بدعم من جهات أمنية أخرى. صدق. الإشكالية فيش يا جلال ومحمد أحمد، الإشكالية اللي مثلا اللي دار ضبطيات هذا معروف مثلا طيب. يقام بضبطيات أو بيسكر محله وكذا معروف بيجوا بيبدي يدوروا فيه. شكرا لك عمران. في نهاية اللقاء نبي نقول من ناحية الخط لوح
حاجة واحدة يعني نتمنىها ياريت مثلا على سبيل المثال خطورتها نشوف فيها في الأفراح أكثر صراحة لأنها سببت كوارث جد طيب. سببت مصائب. في نفس الوقت ياريت الخط لوح الصغير اللي هزين عليه هذا رأى فيه أكثر من 100 أولاد صغير فقد البصر بتاعه عينه فقد فيه كل لا خطورة من أصعب شيء تحياتي لكم ونارك في موضعين بعد ذلك نحصلت الخط طيب عمران منزليك كنت معنا على الهواء مباشرة كل التحية وتقدير إليك. مش بس كلام.